I'll make it all come true. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد فتحي من قناة Champions Legion Arabic. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله. يعني هيبقى برضو زي ما تعودنا، هيبقى جزئين، جزء اخبار وجزء هنشرح فيه بطل جديد او كاركتر جديد في اللعبة، البيلد بتاعها وازاي يعني افضل بيلد ممكن تلعب بيه، وهنوريكم النتائج وايه اللي ممكن الحاجات المستخبية او الهيدن في الكاركتر نفسها. قبل ما نبدأ الفيديو بس بدعوكم لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعيل زر الجرس، ده يا جماعة بيدعمنا جدا وبيخلينا ان احنا نستمر في تقديم الجديد ان شاء الله، وعشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله عن اللعبة. طيب نبدأ يا شباب عشان نحاول ما نطولش في وقت الفيديو كتير. هنبدأ بالأخبار. الأخبار ان في حوالي ان اللعبة على صفحتها الرسمية بتقول ان هي هتضيف يعني مزيد من التوازن او الموازنة للكاركترات بتاعتها، او بتعمل بالانس لخمس أبطال، منهم أربع أبطال جيت باف، يعني مهاراتهم هتعلى او السكيلز بتاعتهم الابيليتيز بتاعتهم قوتها هتعلى، وفي بطل واحد بس قوته نيرفت يعني نزلت او قلت. هما اربعة زي ما قلت، اربعة هيالو، زي اللي هي جوي دي قوتها هتعلى، تمام، في الابديت الجديد جوي هتعلى، تمام، وثواني جوي وكيس قوتها هتعلى من ضمن الابطال اللي قوتها هتعلى، تمام، وولفريك، وولفريك من ضمن الابطال اللي قوتها هتعلى، والبطل الاخير هيبقى ممفيس. ممفيس فين؟ ممفيس هو اهو ممفيس، ده من ضمن دول الاربع ابطال، او ده بطل من ضمن الاربع ابطال اللي قوتهم ان شاء الله هتعلى في الابديت الجاي. طيب ايه البطل اللي قوته هتقل او نرفد؟ لوس قوتها او هتقل شوية، ان هما يعني من الكومنتات والرد على الناس ان هما عفوا انها قوية جدا وفعلا مسيطرة على اللعب، وفي اي ماتش بتبقى هي بتاخد يعني بتبقى الMVP، فقالك لا هنقللها. يعني بيقولك ان انت كويس ان انت تبقى قوي، بس مش ما ينفعش، لازم تعود للصف، تمام، هما رأيهم عشان تبقى الجيم مور بالانسد، تمام. ده كان اول خبر عشان حاول ما نطولش في وقت الفيديو. تاني خبر، ريفن اللي هو كان في النسخة الالفا اللغة العربية، ريفن هيقولوا بيقولوا نيو ريفن، نيو ابيليتيز، هتبقى فيه قدرات جديدة، الله اعلم هل هيضيفوا ايه، بس بيقولك هيبقى نيو ريفن. ريفن يا جماعة من اصعب الكاركترات اللي ممكن تلعب بيها، صعب، وتحس كده يعني في يعني لو في ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله هنجربه، ريفن في كده حاجة زي الكومبو، يعني دي ما شفتهاش في كاركترات كتير، يعني لعبت موبا كتير ما شفتهاش في كاركترات كتير بصراحة. يعني هو بينزل ضربة، وفي الضربة اللي بعدها لو لمس للضربة الأولانية أو جه في نطاق الضربة الأولانية اللي ضربها بيعمل حركة زيادة، تحس إن هو نظام كومبو، بيضرب كومبوز، ما يعني مش الضربة وخلاص، لا. ريفن مميز جدا، فعلا مش أي حد يلعب بيه. هو حتى صعوبته أعلى من البطل اللي هو الأخير اللي احنا كنا شرحناه، ارجع للفيديو اللي فات وشوف احنا كنا شرحنا، قلنا ان صعوبة البطل الاخير اللي كنا شرحناه، تمام، مش ارجع بقى تشوف انهي اصعب بطل وانا ساعتها قلت ايه، عشان تعرف ان الديفيكولتي بجد بتفرق. ريفن من اصعب الكاركترات اللي ممكن تقابلها في اللعبة وممكن تلعب بيها. لو انت مبتدئ ما انصحكش تلعب بيه خالص، لان هو فعلا صعب جدا اللعب بيه، وفي نظام زي الكومبو والكومبوهات بتاعته مش صعب قوي،
ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو عنه ان شاء الله. بس هما بيقولوا حتى هما قافلينه دلوقتي، حتى انت لو عاوز يعني تشتري مش افيلبل، يعني هو مش متاح انك تشتري، مش متاح، هو كومينج سون وخلاص. هما كاتبين على صفحتهم الرسميه ان هيبقى في نيو ريفن. تمام ده بالنسبه كان لجزء الاخبار، مش عايز بس اطول في الفيديو، يعني بنحاول نبقى بقدر الامكان نلم الدنيا بسرعه، ما يعني نبقى سرعة ونوصل الفكره بشكل بسيط، ما نطولش في الكلام. تمام طيب نيجي بقى الجزء التاني من الفيديو بتاعنا. الجزء التاني من الفيديو بتاعنا يا جماعه بطل، بصراحه اترددت كتير، ليه بلدات كتير ممكن تفتكس زي ما انت عايز في البلد، بس ما يعني ما تفتكس قوي، لان انا جربت بلدات وعملت ابديت على البلد بتاعه وحاولت اقدم لكم، يعني انتوا طبعا عارفين ان انا بجرب الحاجه مره واتنين قبل ما بعملها في فيديو. سكوربيونز او سكوربيوس، تمام، اللي هو العقرب في النسخه النسخة العربي اللي كانت نازلة الالفا تيست. سكوربيوس بطل يعني فظيع، فعلا قوي جدا، وبنصح بيه اي حد مبتدئ ممكن يخش يلعب بيه. ليه؟ اهم حاجة لاي مبتدئ، بص على الديفيكولتي، انت كمبتدئ هتلاقي شرطتين، ده معناته انه بطل سهل في حركاته، حركاته مش معقدة، سهل انك تلعب بيه، تمام، وهتلاقي ان الفيزيكال اتاك بتاعه عالي جدا جدا، يعني مش صعب انك تلعب بيه، لا سهل جدا انك تلعب بيه. تمام طيب ايه البيلد انا جربت كذا بيلد وهوريكم دلوقتي النتائج. جربت بيلدين. البيلد يا جماعه، الناس اللي بتقول انت ازاي بتعمل البيلد، بص البيلد بيبقى مبني على قوه البطل في الفيزيكال اتاك والديفيكولتي بتاعته، وفي نفس الوقت الهيلث بتاعه او الدم زي ما احنا بنقول الدم بتاعه. فانت من هنا بتحط، يعني انا ما باجي ببني بيلد ما ينفعش بطل يبقى بيلعب فيزيكال اتاك واحط له حاجه للماجيك اتاك، ما ينفعش احط التانكر، انا ما بحطش لتانكر هيلث، ما ينفعش احط حاجات للهيلث، لا الفيزيكال اتاك ده زي ما هنشوف دلوقتي هنحط له ايه. وخلي بالك ان المارك، طيب ما انت هتلاقي مثلا زي ستيكس، ما هو بيلعب فيزيكال اتاك، بس زي ما هنشوف دلوقتي انا حاطط حاجات لستيكس غير سكوربيوس اللي هو العقرب. ليه؟ بس دم العقرب او صحه العقرب او صحه سكوربيوس اقل بكتير من ستيكس. ليه؟ لانه ستيكس بيلعب، العقرب بيلعب ماركسمان، العقرب ده ان هو رامي فبيلعب من بعيد، فبالتالي مش هينفع يبقى قوي ان اللعبة تقويه، فهو بياخد حاجة وبيدي حاجة، فمش هينفع يبقى قوي قوي، دمه عالي وضربته شديدة، فمش هينفع. اغلب الماركس من او 90% من الماركس من بيبقى ضربته قوية جدا وبيقللك في الهيلث بتاعه. فبالتالي انت ما بتيجي بتبني بيلد او بتعمل بيلد لازم تخلي بالك من الحتة دي، لازم بتعمل البالانس شوية، ان انت بقى بتقوي الديفنس بتاعه زي ما هنشوف دلوقتي، وفي نفس الوقت هو ضربته قوية، فلازم تلعب على السرعة والديفنس، تلعب على السرعة والديفنس، لان هو كده كده ضربته قوية والابيليتي بتاعته قوية، هنشوف زي ما هنشوف دلوقتي. طيب باختصار عشان ما ندخل في الابيليتي بتاعته او البيلد، سوري البيلد بتاعه. طيب زي ما هتعلمنا وعودتكم بتخش في بيلد، تمام، هنختار البيلد رقم 4، ده رابع بطل بنشرح لي بيلد على القناة. طيب اول حاجة لو هنروح للموفمنت، تمام، زي ما قلت لكم الماركسمن بتلعب على الاتاك سبيد وبتلعب على الديفنس شوية، لازم طبعا بتقوي الاتاك، بس دول اهم حاجة لازم تلعب عليهم، ان هو السرعة بتاعته مهمة وفي نفس الوقت حافظ، لان اغلب الماركسمن بيبقى ضعيف، فشوية كده لازم يبقى في ديفنس. طيب وربوتس، انا شايف ان دي اكتر حاجه بتنفع للعقرب او سكوربيوس، تمام، وربوتس بتحطها كاول حاجه. بعد كده زي ما قلت لكم ده مفيش مانع ان انت طبعا تقوي الاتاك، تمام، الاتاك هتحط بريليانت بليد،
و سبيل شاردز بريليانت بليد هنا اهي تمام، و سبيل شاردز سوري حطيت حاجه تانية تمام، بريليانت بليد سبيل شاردز تمام. وهنحط خلي بالك بص الشرح على ايدك اليمين هتلاقي، يعني لو بصينا لبريليانت بليد فيزيكال اتاك وكريتيكال تشانس 20%. الماركس مان بشكل كبير يستحسن انك لازم برضو تهتم بحته الكريتيكال تشانس، بس ما تجيش على حساب الفيزيكال اتاك خلي بالك. بس انا البيلد ده انا ريكومندد بالذات لسكوربيوس لو هتلعب بيه خده كما هو، لان انا هوريك دلوقتي لما بحاول تفتكس شويه او انا وصلت البيلد معين بستاندرز معينه، لما حاولت قلت طب ما اجرب حاجه كده لقيت الدنيا راحت مني خالص في الجيم، لما لقيت الدنيا راحت مني خالص زي ما هتشوف دلوقتي تمام. طيب يبقى اول حاجه قلنا ووربوتس وبريليانت بليد وسبيل شاردز تمام. هنروح لجيلي كويل تمام. خلي بالك الجيلي كويل دي بتدي لو وصل بسيط كده يونيك باسيف دبل او خد بالك اتاك دامج انكريزد باي 20 دبلز وين يوزد باي رينج هيروز. انا على مسؤوليتي الايكون دي لازم تبقى في اي ماركس مان، لازم الايتم دي لازم تبقى في اي ماركس مان لازم تستخدمها. اني انا يعني ده رأي، وده طبعا يحتمل الصواب الخطأ، بس انا بقول لك انا لما بلعب كده وعلى مسؤوليتي بتدي معايا نتائج زي ما هتشوفوا دلوقتي، لان انا لما شلت الايتم دي وحطيت ايتمات تانية وحاولت اعمل كده خلطة كده لا الدنيا راحت خالص تمام. طيب الايتم التانية بلود درينكر تمام، فيزيكال اتاك ولايف ستايل تمام. بعد كده هنروح على ترينيتي باور تمام. طيب نيجي بقى الحتة اللي اتكلمنا عليها الديفنس. طب فين بقى الديفنس هنا؟ الديفنس يا جماعة انا حطيتها في اكسبنشن جرايد اللي هو التوسعات. التوسع انت لما بتعلى بيبقى فيه ايتمز تانية او في حاجات تانية بتقدر تضيفها. طيب انا اخترتها في الديفنس، يعني حطيت سورونز ارمور دامج ريفليكشن تمام عكس بتعكس الدامج، وحطيت بلاد فيوري كفيزيكال اتاك بس ماكس هيلس بتعلي الهيلس قوي تمام، العب على الهيلس شويه مش مشكله. وحطيت بقى اخر ايتم اللي هي ايس ووكر، دي بقى برضو انا ريكومندد ان انت بتحط الايس ووكر في اي ماركس مان هي وجيلي كويل، دي لازمه. طب الايس ووكر لو بصينا كده لشرحها بص 16% فيزيكال، يعني 16 بتزود 16 فيزيكال اتاك و70 فيزيكال ديفنس تمام. فدي يعني دي لازمه لاي ماركس مان، دي انا شايف كده يعني هي والجيلي كويل تمام. ده كان البيلد بتاعنا باختصار. البيلد ده يعني اتجرب في ثلاثة زي ما هوريكم دلوقتي. البيلد كويس جدا محترم، برضو ياريت في الكومنتات ما تنسوش تجربوه وتقولوا لي. لو بصينا الباتل ستيتس اخر ثلاثة، يعني اول ماتش كان سريع جدا، ماتش كان سريع جدا يعني لدرجة يعني من السرعة احنا ما اديناش فرصة للفريق اللي قدامنا يعمل اي حاجة تمام. زي ما انتم شايفين الماتش كان سريع، استخدمت البيلد حتى ما كملتوش. الماتش التاني بقى ابتديت افتكس بقى، فالدنيا راحت مننا شوية، والفريق برضو بصراحة اللي قدامنا كان قوي جدا تمام. بس انا حسيت ان انا في حاجة غلط في البطل، في حاجة غلط في البيلد، فرجعت وحطيت زي ما كنت عامله في الماتش الاولاني، وكانت النتيجة زي ما انتم شايفين تمام 16-2-12 تمام. فنصيحة لو انت هتعدل على البيلد ده ما تعدلش فيه كتير، لان البيلد كويس جدا، يعني انا جربته يعني
شوفوا بقى لو حد ليه مثلا رأي ممكن في الكومنتات يقول. بس البيلد ده يا جماعة اتجرب وحاولت يعني اعمل عليه برضو عشان اطلع بأحسن نتيجة، عدلت عليه بس ما يعني لقيت ان الدنيا اختلفت تماما. تمام بس، ودي كان او ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب اكون قدمت لكم معلومة فادتكم. ما تنسوش يا جماعة سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو لايك لان ده فعلا بيدعمنا جدا. وبشكركم ومتشكر لحسن متابعتكم لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.